ازيك يا عسل؟ سلامة. الله يسلمك يا سلامة. بسم الله ما شاء الله، بدر منور. ايه ده؟ هو انت بتشرب سجاير يا سلامة؟ ايوه يابا. طب هات سيجارة. لا صحيح يابا، اخبار عز ايه؟ يعني يابا عزة لسه ما اتجوزتش؟ لا يا اخي، الواحد مش عارف البت دي بختها قليل كده ليه. كويس. الله، هي لسه في دماغك ولا ايه؟ لا ده انا بسأل بس يابا. تلاقيك بقى صرفت فلوسك وما حوشتهاش. يا سلامة، يا رب اكون عرفت اربي. لا ما تخافش يابا، عرفت تربي. وانت بقى معاك قد ايه؟ يعني شوية مش وحشين. ما تضيعهمش بقى وتروح تتجوز بيهم. احنا ممكن نوضب المحل ونفتح معرض جزم حلو كده تشاركني فيه، وهو بعد عمر طويل هيبقى كله بتاعك. ربنا يسهل يابا. ما كل شيء ربنا بيسهل فيه يا ابني، انما قلت ايه؟ يعني ما تاخدنيش على مشامي كده، انا لسه راجع، سيبني كده وزنها في دماغي. يا ابني انا بدلك على الصالح. ما انا عارف يابا. وان كان على قصه الجواز ليك عليها يا سيدي، اول ما نوضب المحل نقسم اللي هيطلع، التلت نحوشه والتلت نعيش بيها انا وانت والتلت نجوزك بيه، ايه رايك؟ وفكرك يعني معرض زي ده يشتغل هنا في حتتنا؟ قوي قوي، احنا هنشتغل في الرخيص والشغل السوقي يمشي هنا زي الحلاوه. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا قوم بقى نقفل المحل. لا لا، نقفل ونروح فين؟ هتيجي بقى عشان تبات معايا. الله، هو انت بقى عندك شقه سلامه؟ يعني خدت حاجه كده على قد كده، اوضه وصاله. لو فلحت يا ولا. لا، وناخد معانا بقى ربع كبد على ربع مخ وهظبطك. الف حمد لله على السلامه، والله فيك الخير يا سلامه يا ابني. الله يسلمك يا استاذ رجب، انا اصلي راجع كده ومعايا قرشين وما بقتش محتاج حاجه من ابويا بقى. برضه يا سلامه، يعني ابوك الخير والبركه. مش القصد، انا قصدي ان انا بقيت حر نفسي، مش مستني منه حاجه. يا سيدي ربنا يزيدك، بس ما تاخذنيش يا سلامه، يعني انا لسه مش فاهم مقصودك. انا طالب ايد عزه يا عمي. ايه ما بتردش ليه يا استاذ رجب؟ الحقيقه يعني لو عليا انا ما ادعيلكش. ليه كده بس يا اسطى؟ ده انا جاي طالب خير. ما انا جيت لك قبل كده زمان فاخر، وقلت لك يلا نجوزها لك. كان الظروف بقى يا اسطى، ودماغي قالت لي اعمل كده. كنت فاكر ان انا بلزقها لك صح؟ بصراحه وانا ما بحبش اللي يستغباني. وانت متخيل ان انا ادي بنتي لواحد بالدماغ دي؟ ده انا هستتها، كل اللي نفسها فيها اجيبه. مش مساله مجايب يا ابني، الحكايه مش مجايب وخلاص. الحكايه ان الدنيا قلابه. ما تاخذنيش يعني، انت ما تضمنش. حقك عليا يا اسطى، حقك على دماغك. بص دماغك بس برضه اقعد يا اخي. تبوس دماغي ايه؟ يا الحكايه بوس دماغ. الحكايه ان انا مش هقدر اديك كلمه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انت زعلان ولا موافق ولا ايه؟ طب هات دماغك. بص برضه تاني يا عم، خلاص. انت ايه؟ افهم بقى، بقول لك مش هديك كلمه دلوقتي، لازم الاول اشاور صاحبه الشقه. وماله سلامة؟ ده حتى ابن حلال وغلبان. غلبان في دماغه. مش ده العريس اللي انا امن على بنتي معاه؟ بنتك عاقلة وهي هتدوره زي ما هي عايزة، عزة ما يتخافش عليها. وافرضي حارن وبنتك ما لقيتلوش عادلة. كله بيجي بالمسايسة. انا مش مستريح الحكاية دي اعتدال. بقول لك ايه، الجوازة دي لو باظت بنتك هتقعد جنبك على طول، هتبقى تالت خطوبة. والتالتة تبتة ان شاء الله. استغفر الله العظيم. نشورها وبعدين نبقى نشوف. موافقة. غريبة. ما غريبة إلا الشيطان، لولا إن البيت في ميت كنت زغرت. يا بنتي، يا بنتي فكري شوية. سلامة ده أنت عارفاه أكتر مني. مش ده العريس اللي أنا أتمناهولك. سلامة أحسن من غيره يابا. على الأقل شاريني وباقي عليا. يا بنتي ما حدش بيتجوز زهق ولا تخليص حق. اللي أنت بتضحي بيه ده عمرك اللي جاي. نصيبي وهشوفه.
بس انا برضه هديكي فرصه تفكري، واحاول ان احنا مش هنعمل حاجه دلوقتي. اللي تشوفه يابا. تعبي وشقايا كله راح يا عماد. ما تعملش في نفسك كده يا سعيد، انت السبب في كل اللي حصل ده. انا؟ عشان لو ما كانش الباسبور الزفت اللي انت عملته ما كانش كل حاجه بقت باسم حماده. طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان ورقي وفلوسي وكل حاجه هناك باسمه، وكنت مستني ارجع عشان انقلها باسمي. طب لما جيت ما نقلتهمش باسمك ليه؟ ما كانتش لسه الفلوس جت. ما كانتش لسه الفلوس جت يا عماد. يعني ايه؟ كل حاجه راحت؟ كده برضه تتاخر عليا يا سعيد. معلش. مالك؟ مفيش. اجيب لك تاكل؟ مش عايز اكل. انا عارفه ان اسمي كان غالي عندك، بس ما ينفعش، الدنيا لازم تمشي. مش انت الاقيه كده النهارده الصبح؟ الفلوس راحت يا عاطف. فلوس ايه؟ فلوسي، كل فلوسي راحت. يعني اللي بقى فيه بنزينه ولا فيلا ولا حاجه خالص؟ رجعت شحات زي زمان؟ يا لهوي يا خراب. مين دي اللي بتصور دي؟ يا عاطف يا عيني، مكلومه على جوزها. ربنا صبرها. اتفضل اتفضل يا سراجه. اتفضل يا عم. يا رب يا ساتر. اعمل لك شاي. ايه الرجل العزيزه دي؟ بقالك زمان ما بتعملهاش. كلامك كده يا سبرغالي زي يكون مش عارف. لا طبعا ما اعرفش. يعني انت ما تعرفش ان اسم النبي حرص وسلامه جالي لغايه البيت وطلب ايد عزه؟ ليه كده يا سلامه؟ طب حتى كنت تاخدني معاك ولا شورني؟ جرى ايه يابا؟ ما جراش حاجه. لا لا لا، في ايه يا سفرغالي؟ اذا كانت الحكايه دي يعني مش على هواك، احنا لسه على البر انفضاء سير. ولا نعمل معرض ولا نيله، وارجع انا اشتغل مع الخواجه الالماني. لا انا قصدي يعني كنت تاخدني معاك برضه. عموما يا سفرغالي عزه موافقه. بجد؟ بجد يا عم والله؟ وانا هقعد اهزر معاك في حاجه زي دي؟ انا مش مصدق نفسي، انا فرحان قوي، ده انا ممكن ارقص في الشارع دلوقتي. لا اقسم بالله لو رقصت في الشارع ما انا مجوزها لك. لا لا خلاص خلاص مش هرقص يا عم، انا بس اصلي كنت فرحان شويه. طبعا اقعد كده واسمع مني وسيبك من الشويتين بتوعك دول. بص يا سراجة، ان كان على الاتفاق احنا على اتفاقنا القديم. انا اتفاق قديم ده يا اخويا عمال بتغمزني. اتفاق قديم ايه؟ بتاع 4 سنين فاتوا؟ ما عزه ما اتغيرتش ولا سلامه اتغير، واحنا الاثنين بتوع بعض. ايوه لا عزه اتغيرت ولا سلامه اتغير، بس الزمن اتغير يا سبرغالي. بقول لك ايه يا اسطى؟ قصدي يا عمي، كل اللي تعوزه عزه انا هجيبه لها. يخيبك عيل. ابا ليه مسنك وابوها قدام حمايه؟ استويت وكبرت يا سلامه. الصغير مصيره يكبر يا ابو سلامه. يا اخوانا اتخانقوا بعد ما امشي لما تبقوا لوحديكوا، دلوقتي اسمعوا مني. قول قول يا عمي قول. يا اخي من غير بوس. حاضر حاضر. والنبي لا يعلمك الادب من جديد. عاجبني. انا اي ماشي. اقعد بس يا عمي كده. يابا اسكت. سكت. بص بص انت يا سفرغالي، احنا مش هنعمل اي حاجه غير بعد 40 اسماعيل. عداك العيب يا اسطى رجب، واجب برضه. ليه؟ ده عاطف نفسها ممكن تتجوز قبل 40 اسماعيل. لا مؤاخذة يا سلام، أنا فين العزب؟ طالع عند خطيبتي. خطيبتك؟ ما أنا خطبت عزة، بس نسيت لما يعدي 40 إسماعيل. مش تقول لي مبروك؟ مبروك. عقبالك يا عمر. جابك يخرب بيتك يا حبيب؟ هتفتحي ولا امشي؟ لا لا هفتح، استنى. يا لهوي مالك كده على وشك عفرتين بيتنططوا؟ اهو اخوك هنا. لا اخويا مش هنا، اخويا في الاجنس وبايت للصبح. على الخير. ما عندكيش اي حاجه اكلها عشان انا لحمه بطني من الصبح. عيب ان قلبي طري من ناحيتك. ادخل ادخل ثواني وهحضر لك. لا